أريد من التغريدة لغوستان لوبان، حملت أنا بقراءتي إلها المتواضعة رسالة كبيرة خطيرة مقتضبة. ماذا أردت أن تقول بها؟ من يحاول إيهام الجمهور يصبح سيدا عليهم، ومن يعمل على تحريرهم من أوهامهم يصبح ضحية لهم. صحيح. هل لأنك أصبحت ضحية أو في طريقك أن تكون ضحية وتصرخ اليوم سيد شابندر؟ ما قاله الفيلسوف الفرنسي يعكس واقع الشعوب على ممر التاريخ. الأنبياء نعم والأئمة هم أفضل وأنقى من تصدى لتوعية الشعوب وتوعية الناس، ولكنهم غدروا وقتلوا، ومن تحرك من أجل إيهامهم وتعميق جهلهم أصبح سيدهم وأصبح حاكما عليهم. وهذا يؤكد لي أني شخصيا نظرية أنه إذا أردت أن أتحرك وأتصرف وأكتب بكل صراحة، لا أكتب للجمهور، أكتب للنخبة. النخبة في فلسفتي هي الأساس في التغيير. إذا غيرت النخبة، إذا استطعت أن تخلق نخبة واعية ومخلصة منكرة لذاتها، راح يكونون داعمين إليك ولهذا الفكر ويأثروا على الجمهور. زين، نخبة السلطة أم النخبة الوطنية؟ لا، نخبة الشعب. نخبة الشعب، نخبة الناس. أي الآخرين عذرهم في جهلهم. حلو. والحاكم هو المسؤول عن تسطيح الوعي. شوف، الحاكم الدكتاتور والعالم المزيف، عالم الدين المزيف، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما، هؤلاء يعملون على تسطيح وعي الناس، لأنه الحاكم المزيف إذا ما يسطح وعي الناس ما راح يتخذون منه ربا وإلها. والعالم اللي يمتهن التدين ولا يعتقد به، هذا إذا ما يسطح وعي الناس أيضا الناس ما راح يطيعوه ولا يعتقد به كما يريد، أنه الوسيلة للوصول إلى الله وإلى الجنة. فلذلك نصيحتي لنفسي ولكل أخ هو قادر على أن يعلي أمور، خليه خاطب النخبة ودولاك يجي دورهم إن شاء الله. نعم.